بسمة أمل على الهواء مباشرة في انتظاركم بعد هذا الفصل. مشاهدينا الأعزاء، مفيش حاجة في الدنيا ملهاش إيجابيات وسلبيات. نحتفل أو ما نحتفلش بثورة 23 يوليو، لكن لازم نحتفل لأن مكتسبات الثورة لها مكتسبات كثيرة، من أولها مجانية التعليم. أشياء تانية سلبية زي تفتيت الرقعة الزراعية، ديت من الأشياء زي ما كنا بنتكلم في البداية إن الزراعة كانت مصر تعلمنا إنها بلد زراعية. بعد ثورة 23 يوليو لم تصبح بلد زراعية، وذلك لتفتيت الرقعة الزراعية، الفدانين و3 فدادين. ورجعنا مرة تانية بعد أكتر من ثورة الحقيقة، لأن إحنا نعمل مساحات كبيرة ومشروعات قومية كبيرة في مجال الزراعة. لكن نحتفل جميعا ب 72 عام، 100 وأولها السد العالي، من الأشياء المهمة اللي يجب أن تحسب بشكل كبير جدا لثورة 23 يوليو. الآن هناك نهضة في أشياء كثيرة لا يستشعرها المواطن البسيط نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع المصري بشكل كبير جدا. هنستشعرها امتى؟ هنشعر بهذه النهضة امتى؟ اكيد مش بعيد قوي، وتحديدا في تحديث الصناعة وفي المشروعات القومية الكبيرة زي غليون وقاعدة محمد نجيب. اشياء اكثر من ذلك انا اعرفها من مهندس استشاري
المهندس أحمد عبد السلام، نورتني وشرفتني. ازاي حضرتك؟ كل اهلا سنة وسهلا، وحضرتك طيب، وحضرتك كل خير نشرف بوجود حضرتك دائما دايما. معنا، تلفزيون اسكندريه بيتي ويسعدني دايما التواجد وإحنا يعني. بنشرف بوجود حضرتك. ربنا يخليك. خليني طاقة اول، أمل جديدة. اكيد اكيد، خليني بس بدايه اوجه التهنئه لكل الزملاء الاعلاميين بمناسبه عيد التلفزيون 21 يوليو سنه 60 وانطلاق البث من التلفزيون المصري اللي اعتقد بقى ليه بصمه في كل ارجاء العالم، مش هقول نرجو أن يعود التلفزيون بإذن الله المصري إن شاء الله كما يعود. كان. أنا بنت التلفزيون المصري وأفتخر. أنا ما بقول أنا صبحي التلفزيون المصري، فمش باقي اسمي، ولكن التلفزيون المصري اللي هو صاحب أفضال كثيرة طبعا جدا طبعا علينا، طبعا ولولا هذا التلفزيون أو ما حدث من إقليميات وقنوات وحاجات كثيرة جدا، ما كناش احنا موجودين في المجتمع، ولا كان لنا اسم. اللي لا يعني اللي ما بي اللي بينكر فضل التلفزيون المصري عليه يبقى جاحد وظالم، لأنه أعطانا الكثير وإحنا أعطيناه العمر. أنا يعني أنا عن نفسي أنا كل متحيز، أنا طوبة. متحيز للتلفزيون المصري، ويمكن لو في وقت تاني إن شاء الله، ويعني وموضوع آخر إن شاء الله، أنا بقى أتكلم مع ذكرياتي مع القناة الخامسة منذ يعني الرائع رحمة الله عليه الأستاذ وائل عبد طبعا المجيد، طبعا ويعني مرورا بقى بسنوات كتيرة جدا جدا جدا. وماسبيرو كل ما بروح ماسبيرو لغاية دلوقتي في أي برنامج أو في أي حلقة، أنا بصراحة بحس بحنين غير عادي، يعني طبعا. بحس بحنين غير عادي. بس خلينا نتكلم نرجو أن يعود مسبيرو. بإذن الله إن يعني شاء الله، إن بص شاء الله يعود. حضرتك، اللي عاش كافيتيريا العاشر وقطاع الإنتاج، و بالظبط، إن شاء الله يعود. يعني نتمنى أن يعود التلفزيون المصري. في ما خطوات إصلاحية إن شاء الله بإذن يا الله رب يعود، بإذن الله إن شاء نتمنى الله. نتمنى، لأنه صناعة، الإعلام آه طبعًا صناعة، طبعًا، وصناعة مكلفة وصناعة ولا وطنية. تقوى عليها إلا الدولة، طبعًا وإحنا طبعًا إعلام الدولة، مش طبعًا. إعلام الدولة بأنه الناس بتفهم أنه إعلام الدولة أن نصفق دائما، لا، إحنا نصفق لما هو إيجابي. ده مهم جدا، لأن إذا كل حاجة وحشة يبقى إحنا لا، هو بنشتغل ليه؟ صوت، هو صوت الدولة للمواطن وصوت المواطن للحكومة، بالظبط. هو ده الإعلام المصري. في كل سنة وأنتم طيبين مرة أخرى، وحضرتك طيب. وكل سنة وقواتنا المسلحة وشعب مصر العظيم. العيد 72 اللي ثورة يوليو المجيدة. وخليني في الأول أقول إن دي يعني ثورة يوليو المجيدة هي علاقة فريدة بصراحة ما بين مؤسسة وطنية هي القوات المسلحة المصرية وبين شعب مصر العظيم، وقد إيه حصل الالتفاف من الشعب المصري حول حول ثورة الجيش طبعا. المصري في هذا التوقيت علشان تخرج الثورة بكل اللي احنا اتعلمناه وشفناه من القضاء على الإقطاع ومجانية التعليم على فكرة مسألة والمكتسبات الإقطاع الستة. دي شوية، معلش يعني، في تفتيت الملكية احنا تأثرنا بيها جدا. والله يعني بصي، انا الإقطاع، ما هو يعني طب ما هو اصل دلوقتي هي سبلاي تشين، هي حلقات مربوطة ببعض. بالظبط. يعني خلينا نقول ان الفلاح المصري في ما قبل ثورة 52 معظم الشعب المصري كان بيشتغل عند 0.5% من اجمالي الشعب المصري. ده تاريخ. احنا انا مش بسرد، انا ابن يعني ابن المناطق الشعبية وابن الطبقة المتوسطة، وتعليمي كله كان تعليم حكومي. يعني ما عنديش ادنى شك ان لولا الثوره ما كانش بقى فيه وزراء كتير، وما كانش بقى فيه مستوى هذا المستوى من التعليم. لكن انا ليه بقول لحضرتك هي حلقات مربوطه ببعض؟ حلقات مربوطه ببعض لان كان فيه مستوى من الفقر والمرض ما حدش كان يقدر يعني يعض الطرف عنه. انا مش بدافع الدفاع اللي هو الدفاع الاجوف. احنا قاريين تاريخ كويس. وشوف، انا مش هختلف، لان انا دوري النهارده ان انا اسمع من حضرتك، لكن عليا ان انا اقول لو كانت مجانية التعليم نجحت نجاح مذهل زي ما كنا صحيح ننشدها في ذلك التوقيت، فماذا يحدث في مدارسنا الان من تنوع وما بقاش في مجانية بقى؟ لا، ده في فجوات كثيرة جدا بين انواع ايوه، التعليم ما هي الفجوات وجودته. دي كانت نتيجه كبوات اقتصاديه يعني وفجوات تفتكر احنا وفجوات نرجع تاني ثقافيه للمجانية؟ وهي ما بقتش هي مجانية. المجانيه، مش هنقول مجانيه بالمعنى اللي احنا اتعلمنا فيه واللي احنا عشناه،
لكن اعتقد ان في خطوات جاده في اصلاح التعليم. لو احنا شفنا تشكيل الحكومه الحالي هنلاقيه في مثلث الصحه، والسيد وزير الصحه بقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه، التنميه البشريه تحتيها مليون خط، وهو وزير الصحه دكتور خالد عبد الغفار، وفي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه. كل ده يعني التشكيل بالاسامي بالمؤهلات بكل اللي احنا شفناه ده يعكس رؤيه الحكومه. لكن خلينا نرجع لثوره يوليو ونقول ان ثوره يوليو سنه 1957 انشات وزاره الصناعه، وتحديدا في شهر يوليو 57 انشات وزاره الصناعه. وسنه 57 اطلق المشروع القومي للصناعه. وسنه 59 بدات الخطه الخمسيه لاصلاح وهيكله الصناعه. خلينا اقول ان ما بعد ثوره يوليو احنا تقريبا تم بناء ما يقرب من 1200 مصنع. 1200 مصنع تم بنائهم. تم الاهتمام بالصناعات الثقيله، كلنا نعرف مجمع الصناعات في مجمع صناعات الالومنيوم في ناجع حمادي، الصناعات الثقيله، مجمع صناعات الكوتش، شركه النصر للسيارات، الصناعات الحربيه المتعدده اللي كانت هدف استراتيجي في هذا الوقت وما زالت طبعا للوقوف، يعني الصناعه قاطره، وانا دايما بقول طبعا هي التنميه كلها قاطره التقدم. كل ده كان من نتاج ثوره يوليو، يعني كل ده من نتاج ثوره يوليو. بقول لحضرتك 1200 مصنع تم بنائه. بقول لحضرتك بلاش فيما يخص الرقعه الزراعيه، تم زياده الرقعه الزراعيه. تم بنائهم ولا تأميمهم؟ لا تم بنائهم 1200 مصنع. لا لا، غير التأميم، غير تأميم البنك الأهلي وبنك مصر، وغير تأميم العديد من المصادر. بالظبط. كل فترة سياسية وده اللي أنا ابتديت بيه، قلت هو كل فترة سياسية كل ثورة إيجابياتها ليها إيجابيات وليها سلبيات طبعا، لكن لا نغفل دور ما حدث في ثورة 23 يوليو من أشياء كثيرة جدا نتج عنها حرية التعبير في فترات طويلة، ويعني بقينا عندنا قوة ناعمة بشكل آخر، وشفنا أم كلثوم، وشفنا يعني شفنا ألوان كثيرة جدا. إذا في إيجابيات، وإحنا دورنا دلوقتي، إحنا دورنا دلوقتي كجيل يعني أرى كجيل شاف إلى حد ما نتاج هذه الثورة، إن إحنا ننقل للأجيال اللي جاية علشان يبقى عندهم وعي للتاريخ. ما هو المشكلة دلوقتي في أولادنا وفي الشباب اللي موجودين، محدش بيقرا ومحدش بيعرف. مناسبة قومية زي دي المفروض صح نبرزها، نبرزها وتوعية بما نبرزها حدث. وأقول لهم مين هم الضباط الأحرار، مين 13 ضابط، مين جمال عبد الناصر، هو على فكرة بيته ما زال موجود في باكوس، وبعدين هنا في باكوس واحنا في قناة 5 اهو طبعا في الإسكندرية طبعاً. فلازم ابرز مين البيان اللي قاله، ولازم نبرز كمان من هي اسرته الان. طب يعني في امور كتيره لازم تبرز في ثوره يوليو وما تلاها من العديد من الاجراءات، العديد من الاصلاحات. حتى لو انا هتكلم عن سلبيات، بس خليني دايما انا من مدرسه تصدير الطاقه الايجابيه. طبعا انا مع حضرتك تماما. حد بقى بيسال وبيقول لحضرتك لو حضرتك بتقول ان مجانيه التعليم اتاحت للكثير، نتفق مع حضرتك، بس اكيد كان في فرص كثيره، واكبر دليل على ذلك ان الزعيم الراحل عبد الناصر كان من اسره بسيطه وحصل على التعليم. هو مش الرئيس عبد الناصر بس، رئيس انور السادات يعني قبل الثورة، يعني قبل الثورة الرئيس مبارك يعني كل انا بتكلم على رموز بس، انا بتكلم لكن في بقى لو اتكلمنا في العديد والعديد من الوزراء، العديد من القادة، العديد من الكتاب، هنتكلم كتير، يعني مش كله اتولد في بقه معلقة ذهب يعني. بالظبط. يعني في ناس اجتهدت وعاشت وتعلمت وما زالت تتعلم، يعني اللي منهم موجود يعني الناس يعني دكتور زويل اللي عايز يتعلم من حصل على جوائز عالميه منها نوبل ومنها جوائز اخرى، اسرته اسره التعليم فتح دراعه متاح للجميع، لكن الان بقى اصبح التعليم بوجود اشكال غير نمطيه اخرى
ما بقاش سهل. اعتقد ان احنا بندور على وزارة السهل. بص بص يا استاذتنا، انا بس خليني عشان النقطه دي في التعليم نقطه شائكه جدا، وخلينا نتكلم بشكل صريح اكتر. يعني خلينا نشوف النتائج ولادنا في الشهادات العامه، ايوه ونشوف الاوائل بيطلعوا منين. هنلاقي مدارس حكومية على الاغلب او الاعم رغبات او بالظبط رغبات. المدارس الحكوميه بتتصدر، في سواء كانت ثانويه طبعا عامه او شهادات طبعا العامه الاعداديه او طبعا. الابتدائيه العامه. طب هي دي مش دي و... و... المدارس العامة دي مش هي دي وانا مع مبدئيا؟ وانا مع النظام التعليمي في انه اللي عايز يتعلم امريكان واي بالظبط جي يروح جامعات خاصة، بالظبط. ولذلك هي على نسبة فكرة لهم على في فكرة الحصول على أماكن في ال بياخدوا نسبة، هما 5%. الاي جي بياخدوا نسبة، بس معظم الطلبة من ولادنا في الاي جي وفي في الامريكان الناشونال بيروحوا جامعات خاصة، والناشونال بيروحوا الجامعات الحكوميه. اذا انا قصدي ان من التعليم بتاعنا المشروعات حق. الكبرى في التعليم اللي لازم نشجع ونثمن عليها هي الجامعات التكنولوجية، طبعا طبعا لأنها فرصة جيدة جدا جدا طبعا، للتعليم. الجامعات التكنولوجيه والمدارس التكنولوجيه اللي هي المدارس الفنيه، صح، اللي بعد العديد الإعدادية. والعديد من المدارس الفنيه. ويمكن ده كان يسبقه، لو حضرتك تتذكري من حوالي 3 سنين تقريبا تم اطلاق مشروع وزاره التضامن بالاشتراك مع وزاره الصناعه، اللي هو المجمعات الصناعيه، اللي هم ال 1700 مجمع صناعي او ورشه دمياط و... بالظبط، دمياط وهنا في مرغم وفي بني سويف وفي المنيا الجديده العديد. يعني هم كلمني أكثر عن مشروع يعني الحفاظ على مياه الأمطار والأفدنة الجديدة، والأمل في أن يكون في مجتمعات زراعية كبيرة جدا جدا. احنا عندنا حاجتين ربنا حبانا بيهم، عندنا أرض ومساحات شاسعة، وعندنا جو يصلح للزراعة بشكل جيد جدا. نربط موضوع الزراعة ونتكلم، نرجع كده لثورة يوليو ونقول في الستينات تضاعفت المساحة من 2.5 مليون فدان ل 4.5 مليون فدان، وده كان يعني في فترة. لكن المشروع القومي اللي بدأ مع القيادة السياسية من حوالي أكتر من 8 سنوات أو 9 قعدت سنوات محمد نجيب بالظبط، ورجعنا تاني، ومشروع مستقبل مصر، ورجعنا تاني اطلاق نلجأ. 1.5 مليون فدان. شوف بقى الرقعة الزراعية الكبيرة. شوف حضرتك، عشان أنا ست فلاحة فأنا بفهم شوية في الزراعة. وانا صعيدي برضو يعني، أما تيجي وانا عندي تروي ارض زراعيه يعني على حدود اسكندريه والبحيره على فكره. أما تيجي انا تروي على فدانين زي ما تروي 5 فدادين، لما تخدم أرض 10 و20 و30 فدان عشان توضبها للتصدير، زي ما تعمل فدانين وثلاثة، التكلفة والكلفة احنا غير عادية. يا استاذتنا، احنا دلوقتي بننتقد، ممكن نكون بننتقد هذا التصرف، لكن كانش في حل في غيره. الوقت ده وهو الشعب طالع بيعاني وبيصرخ من قلة تعليم، من فقر شديد، من امراض مستوطنة في الصعيد، كل الكلام ده كله. اعتقد القيادة وقتها سواء كان الرئيس عبد الناصر او الرئيس السادات رحمه الله عليهم جميعا، ما كانش قدامهم حل الا تقسيم، اعاده تقسيم الاراضي الزراعيه بقى لل 100 فدان بقى 5. يعني اعتقد كان كل فلاح بياخد خمس او افدنه، 2 او 3 يعني. يعني وبعدين الخمسه دي بقى اتقطعت، يعني الخمسه دي بقى اتقطعت تاني. يعني شوف بقى، من ايا كان اجمل سلبيات، المشاريع اللي حصلت هي مشروعات شباب الخريجين في الزراعة بالذات. ومشروع مستقبل مصر دلوقتي، بنجر دلوقتي بقى، يعني مشروع شوف مستقبل مصر دلوقتي بنجر السكر، شوف قرى الخريجين أصبحت أرض تساوي، لأن الدولة وقفت جنب الشباب وهو تخلى عن وظيفة فعطوله 5 فدادين حسب كل واحد وحصل نهضة، بالظبط وحصل نهضة كبيرة جدا جدا زراعية جدا دلوقتي. وصناعية في الأماكن عشان دي. شوف كده النبارية بقول حضرتك لحضرتك دي مربوطة كل التصرفات أو كل طبقا الأحداث لظروف الحدث. بالظبط بالظبط. يعني أنا لما أجي أنتقد حدث أنا ما عشتوش لازم أقراه كويس جدا وأقرأ كل جوانبه أيا كان. إحنا مش بنقول إن إحنا بنمدح بشكل مطلق أو إن إحنا ماسكين لا القربان، طبعا، لا 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 خالص خالص. يعني وكل ثورة لها ضحايا. دورنا كمختصين ودور الإعلام ودور الـ يعني
النخب الثقافيه والناس اللي بتوصل المعلومه للناس الموضوعيه. بالظبط بالظبط. لكن انا ما اتكلمش بشكل مطلق، لا, لا طبعا التعميم لا يجوز. في طبعا في في مشكله لما يبقى في مشاكل بنقول ان في مشكله. في مشكله لما كان في مشكله في الكهرباء طلعت انا في الاعلام وقلت في مشكله ولازم الحكومه تتكلم مع الناس وتوضح لهم المشكله، والرئيس الرئيس نفسه قال يا جماعه لو سمحتوا اتكلموا مع الناس. انت اكتر من مره انت يقول للحكومه اتكلموا مع الناس. رئيس الوزراء احنا شفناه في كام مؤتمر صحفي من ساعه اداء اليمين، تقريبا اكتر من 5 مؤتمرات صحفيه بيطلع يتكلم مع هو قالوا ان النهارده ما فيش لغايه نص سبتمبر ما فيش نور اتقطع. الحمد لله من النهارده لغايه نص سبتمبر يعني ان شاء الله ما فيش تخفيف. النور ما اتقطعش. ما فيش تخفيف. ما فيش تخفيف احمال ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك بقى ازاي انا، حضرتك قلت حاجه كويسه قوي، في جيل كامل لا يعرف شيء عن ثوره يوليو. بالظبط. احنا كاعلام، المدارس، الانديه، القيادات الطبيعيه، الأحزاب على رغم تراجع أدوارها بشكل كبير جدا، كل هذه المؤسسات والكيانات الكبيرة علينا تعمل إيه لتوعية الشباب؟ والله إحنا بنلبي كل الدعوات اللي بتيجي سواء من أندية أو من نقابات. عملت محاضرات في أسوان وعملنا محاضرات في البحيرة، عملت محاضرات في المنيا، ما فيش ما يمنع. وزي كتير يعني زي من الزملاء اللي بيتكلموا واللي شاطرين في التخصصات بيتكلموا في هذا الامر التاريخي الهام. فلازم كلنا نوعي ولادنا في دايره الاسره في دايره معارفنا لما بنيجي نتكلم في البرنامج مع حضرتك، ولازم نقول لهم الثوره دي قامت بمين وقامت ليه وايه نتائجها وازاي وايه اللي حصل والمصانع اللي اتفتحت والصناعات الثقيله زي ما قلت لحضرتك صناعه الالومنيوم مثلا في نجع حمادي، الصناعات الثقيله اللي هي كانت بترتقيها الصناعات الهندسيه في هذا التوقيت. لازم ننقل الخبرات دي ولازم نقول لهم ان دلوقتي بيرجع تاني. ما هو وانا قلت لحضرتك ما هو في نائب رئيس وزراء للتنميه الصناعيه، واحنا شفنا يمكن الفتره اللي فاتت دي جولات سياده الفريق كامل في العديد من الهيئات زي هيئه التنميه الصناعيه واصدار التراخيص والسهوله في الاجراءات للمصانع. ما دي جوانب ايجابيه. هم دول مش رجال دوله طبعا، ويقوموا بالمهام اللي هم الموكلة اليهم. لازم ابرز هذا الكلام. بس انا عايزه بقى اتكلم عن ما هو اني المشروعات القوميه الانيه، وليه المواطن البسيط مش قادر يشعر بيها، وهل ده لان الاقتصاد العالمي عنده مشكله ولا احنا لان الدخل للمواطن اقل بكثير مما ينفق يوميا؟ احنا ماشيين بالبركه، ربنا بحق لا اله الا الله. لا 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 لا, 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 لا انا معترض. مش احنا ماشيين بالبركه. لا, لا انت لا. كموظف تقدر تدير حياتك بالقلم والورقه، يعني مش هنقول قلم وورقه لكن على الاقل في محددات. لا ما احنا لو سيبناها، احنا لو سيبنا الامور كده الدنيا هت. لا انا بتكلم على مستوى الاسره، على مستوى الاسره مرتبك في محددات للمرتب، في محددات للمرتب. مرتب حضرتك ايوه فندم في محددات مش متغير صح؟ لا. ايوه تمام في محددات. طيب انا المتغيرات كثيره حواليا، اذا كانت بركه ربنا والله ما تمشي. ما هي البركه يعني خلينا بس، هي بركه ربنا طبعا موجوده ما تمشيش خالص. وهي بركه ربنا موجوده. انا بتكلم على ان لازم يبقى في حسابات بشكل معين. انا مرتبي ثابت لكن انا عارف مثلا ان انا بطلع كهرباء وميه هي دي الثواب، بطلع ثواب معينه. الحاجات بقى اللي بتيجي تخليت عن الكثير، الحاجات اللي بتيجي يعني فجاه بنتصرف طبقا للموقف وفي حينه يعني، او طبقا للحدث. لكن انا اقصد ان عامل التخطيط هو موجود. انا بتكلم عن الاسره، انا بتكلم عن الاسره الصغيره ولا اتكلم عن ما هي اللي حصل الفترات اللي فاتت دي من الصعود والهبوط في الاقتصاد سواء كان الاقتصاد المحلي او الاقتصاد العالمي، من كورونا لحرب الاوكرانيه لحرب غزه للعديد والعديد من المشاكل اللي حصلت بعيد عن الدوله المصريه، وكل دي كانت حاجات حصلت بشكل مفاجئ. فاحنا لازم يعني ارجو ان احنا نصدر الامل تاني طبعا. واحنا مع الاستاذ امل فاحنا لازم نصدر. باشمهندس احمد، في تصور حضرتك بعد قد ايه يستشعر المواطن
كل هذا الكم مشروعات القومية اللي اتفتحت، وأولها الناس بتعترض على الكباري، لكن أنا مش بعترض عليها خالص بصراحة، لأن أولى عناصر التنمية هي الطرق. أنا لو ايوه هعمل الطرق، مصنع، البنيه طبعا التحتيه. هو انا طبعا دلوقتي المشروعات الزراعيه، ناس كانت متضايقة قوي من موضوع كوبري محرم بيه، أما اتعملت فردة كانت الناس سعيدة جدا. هو بنناقش بقى خلاص معالي هو النهارده الفريق، قال بدا النهارده، بدأنا النهاردة. هم بس بيفتحوا الفواصل طبعا، عشان يعني الساده المشاهدين يبقوا عارفين. النهارده هم بيكملوا الشغل بتاع الاتجاه اللي هو كان نازل على الطريق الصحراوي، بيفتحوا الفواصل عشان عن عنصر التمدد اللي بيحصل في اي كوبري، تمام. فهم بيفتحوا دلوقتي الفواصل وهينقلوا ان شاء الله على الاتجاه اللي هو نازل على طبعا الكورنيش، حضرتك عارف ان ده على الشوليه الرئيسي لدخول بالظبط كده اسكندريه. للدخول والخروج، فمن والى، وتحديدا طبعا، بعد وانا بستخدمه يوميا، يعني انا شغلي في برج العرب فانا بستخدمه يوميا يعني. وبعد ما حدث في شريان الامل المحموديه، احنا 21 كيلو، 21 كيلو محور المحموديه. نحتاج حاجات موازيه تصل بينا من والى اعتقد اسكندريه الكورنيش ان شاء الله، اسكندريه هيبقى فيها ان شاء الله. العديد من شفنا المشروعات. احنا شفنا برضو توسعه مشروعات توسعة الكورنيش، كل التحية والتقدير للقائمين على هذا جهاز المشروع، التعمير، جهاز والاسكندرية التعمير. اللواء مختار حسين. طبعا طبعا، يعني الحقيقة يعني واحنا يعمل طبعا في صمت احنا مع بنوجه التهنئه طبعا لسياده الفريق احمد خالد، طبعا يعني محافظا قياده للاسكندرية. سكندريه، ابن من ابناء طبعا الاسكندريه. اعتقد ان النبض المواطن وصل له، ان هو يعني ناس مستبشره بيه ان شاء الله، يعني كل الامل، مع توجيه كامل التحيه والتقدير اللي لسياده هو اللواء محمد محمد الشريف. الشريف طبعا طبعا طبعا، وان شاء الله سياده الفريق احمد يبقى يعني خير خلف لخير سلف ان طبعا. شاء الله باذن الله، وهكذا تدور يعني تعودنا في الإعلام المصري أن لا نتحدث عن الجديد إلا بعد 100 يوم من تولي المنصب، والحقيقة يشهد القاصي والداني ما حدث في تغيرات الأسواق سريعة جدا. العشوائية، بالظبط، يعني لكن نحط تحتيها الاستمرارية بالضبط. اليوم لسه شارع الجلاء يكاد يكون عادة جزء كبير، جزئيا، عادة جزئيا، عادة جزئيا. باكوس فنتمنى عادة جزئيا، بالضبط ده بعض أجزاء ميامي عادة جزئيا، وإحنا بالضبط. نناشد السادة رؤساء الأحياء نرجو الالتفاف مفيش محافظ والالتزام. بيمنع يا بالظبط جماعة، بالظبط بالظبط. يعني اللي أنا عايزة أقوله لكم، الناس طول الوقت يعني هو كان اللي هو محمد الشريف ما كانش مناهم إنهم يشتغلوا، لكن المتابعات المتابعة بشكل كبير جدا. نتمنى مع الفريق أن تستمر المتابعات حتى تأتي ثمار وكلنا أمل في بصراحة، يعني الجهود. كلنا أمل إن شاء الله. وأنا يعني عن معرفة بسيادة الفريق أحمد، إن هو يعني متابع جيد جدا 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 لقراراته، وإن شاء الله يعني نستبشر بسيادته إن شاء الله خير، وإن شاء الله اسكندرية إن شاء الله تشوف عهده إن شاء الله، يعني طاقة أمل، وهتشوف يعني مزيد والمزيد يا رب من المشروعات. بس الحقيقة السؤال لحضرتك بتاع هذا الكم من المشروعات القومية، احنا لما يكون عندنا 24 ألف كيلو متر طرق تضاعفوا، أو آسف مش تضاعفوا، وصلوا لما يقرب 32 ألف كيلو متر طرق، وربط المشروعات القومية ببعضها، يعني أنا دلوقتي عندي مشروع مستقبل مصر، طب أنا طريق مستقبل مصر في الضبعة، أو في طريق الضبعة، في محور الضبعة، كنت هعمله ازاي ولو مفيش طريق؟ ما هو انا كان لازم اعمل طريق الاول. طب موضوع الربط ما بين مينا، السخنه ومينا الدخيله عن طريق القطار الكهربائي السريع، كل الكلام ده كان هيتم ازاي؟ يعني انا مش عايز بس يعني اسرد العديد والعديد، انا اتكلمت كتير جدا، انا كل مشروع قومي مسكته فصصته في العديد من البرامج، محور المحموديه ال 21 كيلو، الحاجات دي كلها كانت هتتم ازاي؟ ما هو لازم الامور دي تتم علشان تتوالى نهضة، عشان المواطن يبتدي يشعر. لكن المواطن عليه بالعمل ثم العمل ثم العمل، العمل ثم العمل ثم دي العمل، حقيقة، بس لأن نسبة عمل المواطن المصري في إحصائيات، يعني الإحصاء 16 دقيقة في اليوم، صعبة قوي. ونطالب بأشياء على الجانب الآخر، ده مش معناه إن مصر كلها ما بتشتغلش، في ناس بتشتغل وتصل الليل بالنهار، وناس تانية أبطال فيسبوك. تحياتي يا باشمهندس، تحياتي، وخليني نورتني يعني بجد. ربنا يخليك، والحديث مع حضرتك ممتع ومع السادة المشاهدين ممتع، وخلينا واحنا بنحتفل بثورة يوليو
نختم بأبيات يعني الراحل العظيم عبد السلام أمين اللي قال: مصر يا جنة الدنيا ومعناها، من قبل أن تبدأ الأكوان مصراها، الشمس هامتها والمجد قامتها والحق رايتها والعدل سماها، يا خير أجناد الله في الأرض قاطبة، الله ناصركم إن تنصروا الله. كل سنة وحضراتكم طيبين حضرتك طيبة ومصر كلها بخير وحضرتك وبخير. طيب، بنشرف دائما بوجود نماذج مشرقة تبعث الأمل في نفوس كل المشاهدين. تحياتي يا باشمهندس، شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبين. وبالأمل بدأنا وبسمة أمل بننهي الثانية الإسكندرية. كانت معكم أمل صبحي.